يتوجهون أغلب الدائرة الانتخابية الخامسة اليوم السبت لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب عضو في مجلس الأمة وفق شرطات صحية مرافقة لعملية التصويت في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا. ويختار الناخبون من بين 15 مرشحا ومرشحة يخوضون غمار انتخابات مجلس الأمة التكميلية بالدائرة الخامسة، يختارون عضوا واحدا يمثلهم في البرلمان عن الفصل التشريعي 16. وستبدأ عملية التصويت لانتخابات مجلس الأمة التي تجري وفق نظام الصوت الواحد من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.